وصلنا لفقرة التاكتكس، ومعانا النهارده المباراة الحزينة المؤلمة لينا كجماهير السيتي بصراحة، يعني الهزيمة قدام نورويتش سيتي في يوم السبت بنتيجة 3-2، مباراة أكيد نورويتش سيتي يستحق فيها الفوز. لكن ليه السيتي ظهر؟ نتكلم على مانشستر سيتي، لأن الاثنين نورويتش سيتي ومانشستر سيتي، فلو قلنا السيتي بس ممكن محدش يعرف أنا بقصد مين. ولكن ليه مانشستر سيتي تعرض للهزيمة المفاجئة دي من فريق ربما طبعا اللي شافه في أول مباراة قدام ليفربول كان يقول ان هو اي فريق هيواجه نورويتش سيتي هيقدر ياخد 3 نقط بسهوله؟ لكن مدير فني الماني دانيال فاركي طبعا واحد من ابرز المديرين الفنيين في الدوري الانجليزي السنه دي، وبرده من المدربين اللي بيحبوا اللعب على الاستحواذ زي كلوب وزي جوارديولا، فاجئ جوارديولا بصراحه بتكتك مختلف، فاجئه بضغط شديد، وفاجئه كمان بدفاع محكم جدا جدا جدا، اثبت من خلاله انه كان قاري اسلوب لعب جوارديولا بشكل جيد، إضافة للكوارث اللي عملها الثنائي أوتاماندي وستونز بصراحة واحدة من أوحش المباريات للثنائي ده، رغم أوتاماندي كان مفروض يعني كان ترتيبه في مدافعين بعد لابورت، طبعا أكيد إصابة لابورتي بالرباط الصليبي مأثرة على السيتي، ولكن تعاد لابورتي على الفريق ما يخليش الدفاع يظهر بالشكل. طيب السيتي ليه خسر المباراة دي من وجهة نظري؟ أنا كنت شايف 3 أسباب. السبب الأول اللي أنا أشرت لي في المقدمة هي ثنائية ستونز وأوتاماندي. احنا عارفين دايما ان جوارديولا دايما بيبني اللعب من ورا من عند الاثنين مساكين، وطبيعي لما تبدا تبني اللعب اثنين مساكين لازم يفتحوا لبعض، وبتعتمد ان مهاره التمرير عند الاثنين بتبقى عاليه، لان طبيعي لازم الاثنين الفول باكس يتقدموا عشان تبدا يبقى عندك حلول للتمرير سواء لنص الملعب او الاثنين الفول باكس هم فاتحين. فبالتالي انا شفت ان ستونز واوتاماندي كان عندهم مشكله كبيره في الجاب اللي ما بينهم، خصوصا كمان في الواجبات الهجوميه، الاثنين بصراحه ما قدروش يعملوها بشكل جيد، الاثنين ما كانوا بيفتحوا المساحه ما بينهم، كانت تحس كده الاثنين تقال في ارض الملعب، وشفناها بالذات في الهدف الثالث لما جناحين نورويتش سيتي ضغطوا على دفاع السيتي وقدروا يستخلصوا الكوره وتتلعب لبوكي طبعا اللي حط الكوره والمرمى خالي. طيب انت النهاردة ما تيجي تبني اللعب من ورا لقدام لازم انت عندك سرعة في التمرير، فأكبر مشكلة كانت عند السيتي دفاعيا في المباراة دي كانت ثنائية ستونز وأوتاماندي اللي قدموا واحدة من أسوأ مبارياتهم مع الفريق في الفترة الأخيرة. السبب التاني اللي انا شايفه كان مؤثر جدا جدا في نتيجة المباراة بالشكل ده، الوينجين اللي عند نورويتش سيتي، بنتكلم على كانتويل لاعب اللي كان بيلعب على الليفت وينج، وبونديا اللاعب الارجنتيني اللي قدم واحده من احلى مبارياته مع الفريق في الموسم ده. تخيلوا اللاعب ده عمل طبعا عمل اثنين اسيست، الهدف الاول والهدف الثالث، وعمل 23 كره ثنائيه، استخلص منهم الكره 9 مرات من لاعبي السيتي. طب بنتكلم على لعيب وينجر ازاي النهارده كان بيقدر يقفل المنطقه دي قدام ستيرلينج واحد من اهم لاعبي السيتي، وحتى لما جوارديولا كان بيشفت ما بينه وبين برناردو سيلفا كان بونديا بيقدر يقفل الحته دي بشكل جيد. وبالتالي انا بشوف ان السبب الثاني فوز نورويتش سيتي كان من عن طريق الاثنين دول، كانتويل وبونديا قدموا مباراه رائعه، وكمان كانتويل بصراحه انا شفته من اول مباراه اللي خسروها قدام ليفربول، خسروا 5-1، ولكن كانتويل كان مقدم مباراه بتبين ان هو لعيب مهاري عالي قوي، وشفنا ازاي دانيال فاركي بيعتمد عليه في بنى اللعب ان هو كان دايما بيخش لقلب الملعب عشان يعمل دور البلاي ميكر. السبب الثالث اللي انا شايفه برده مشكله كان عند السيتي في المباراة دي كان بصراحة ووكر. كايل ووكر باور زيادة على اللزوم، بيعمل تدخلات عنيفة جدا، كمان لما كان بيطير لقدام كان تحس كان عنده حماس زيادة في الماتش، ما اعرفش ايه مشكلته في المباراة دي بالذات، لكن كان عامل ثغرة كبيرة ما كناش متعودين من ووكر ان يتلعب وراه بالشكل ده. حتى برضه في الجون الثاني لما كان ستونز واوتاماندي مكملين وهو كان الوحيد اللي كان واقف في خلف، كان تحس ان هو مش قادر يبوزيشن نفسه بشكل جيد. لو نفتكر السنة اللي فاتت مثلا، هعمل مقارنة بسيطة بين الكرة دي والكرة اللي كانت في ماتش ليفربول وتوتنهام لما كان فان دايك
هو الوحيد اللي كان واقف وراه وكان رايح عليه سوسوكو، وقدر ازاي النهارده يجبره ان هو يعمل غلطه وما يقدرش يستخدم ان معاه زميل اللي كان هاري كين ان يمرر له التمرير ويروح انفراد، وقدر ان هو بوزيشن نفسه بشكل جيد، لكن ووكر ما قدرش يعمل كده. النقطه دي طبعا صراحه طبعا فرق المستوى ما بين ووكر وفان دايك في الحته دي كبيره، لكن ووكر وراضي انا كنت شايفه نقطه ضعف كبيره في دفاع السيتي، وما قدرش ان هو يقدم الدور المنتظر منه. حتى برضو في الشق الهجومي لما كان بيطلب منه يطير لقدام ويلعب كورسات كتيره كان الاداء بتاعه مش على نفس المستوى. في النهايه نورويتش سيتي استحق الانتصار بالنتيجه طبعا اكيد غير متوقعه، ما حدش توقع نورويتش سيتي ممكن يسجل 3 اهداف في مانشستر سيتي، الفريق اللي احرز الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت باكتر من 97 نقطه، وحتى قبليها الموسم اللي قبليها 100 نقطه. لكن دانيال فاركي اثبت ان هو مدير فني جيد ومدير فني بيلعب ومغيرش اسلوب لعبه رغم انه بيلعب على قدام السيتي الفريق اللي بيضغط من قدام، لكن ثبت على مستواه وقدر في الاخر ان هو ياخد 3 نقط. مباراه نورويتش سيتي اثبتت ان مانشستر سيتي عنده مشكله في مركز المساك خصوصا بعد اصابه بورتوي. ما اعتقدش ان الفريق هيستحمل انه يكمل الموسم ده بدون طبعا لابورتي اتصاب عنده رباط صليبي وبالتالي هيغيب فتره من 6 شهور 8 شهور، وبالتالي اعتقد الموسم بتاعه خلص مع السيتي السنه دي. وبالتالي اشوف ان جوارديولا رغم انه قال انه مش هيفكر في التعاقد مع مساك خلال يناير اللي جاي، لا مجبر ان هو يجيب بديل. صعب جدا يكمل بثنائيه ستونز واوتاماندي لنهايه الموسم، وكمان مع دخول مباريات دوري الابطال السيتي هيتضغط بدنيا اكتر، وبالتالي انا ما اعتقدش الثنائيه دي هتقدر تفيده لغايه اخر الموسم، وهيبقى مجبر ان هو لازم يجيب مدافع مساك قوي خلال يناير عشان يقدر يحل بيها المشاكل اللي شفناها قدام نورويتش سيتي، واللي اكيد ممكن بنسبه كبيره تتكرر في المباريات الجايه من الدوري الانجليزي.